تعالوا بقى نتكلم عن اخر الاخبار واخر مستجدات النادي الاهلي. فوضت الجمعيه العموميه للنادي الاهلي مجلس الاداره لاعتماد جدول الاعمال المعلن عن الفتره من 1 يونيو 2019 وحتى 30 يونيو 2020، وذلك خلال الاجتماع الثاني للجمعيه العموميه اللي عقد بالامس الثلاثاء. واعلنت اللجنه القضائيه المشرفه على اجتماع الجمعيه العموميه طبعا برئاسه المستشار محمد الدمرداش، مقرر لجنه الانديه والهيئات باللجنه الاولمبيه المصريه، والمستشار طارق ربيع عضو اللجنه الوكيل العام الاول لهيئه النيابه الاداريه، والمستشار محمد صلاح الدين عضو اللجنه، ان عدد الاعضاء الذين قاموا بالتسجيل في الكشوف 2994 عضو، فيما لم يكتمل النصاب القانوني المطلوب للمناقشة بحضور 5000 عضو أو 10% من إجمالي الأعضاء البالغ عددهم 175408 عضو.